ولازمنا البرما الكون وحدو غصبي عيبا أدمو قابل برحمك بعوث كولا وفت الشمشتا وصلا وثا وهبلان لبو دم لحوبو وفليشونو زمر شبحو لو مرنهون قول دفومين ودليشونين إليو بخيو إلو برحمي بسيموثو حاسو حوبين شبو قبو صورين وعبيد رحمي يعالكولان بشيحو روحي يمتا يوبي كف قيما مريم بصلوتا متك قدام الله مالا خادل ملك وشرو بخش لحمي نخ مسكينو شبحو لابو لبرو ولروحو قديشو صحين دخرون يهون من أو في السو في دراس لثهون شروتي عالم وعدم العالم عالمين أمين
مريم دي حارون دام دو خنون نو لخم في سون حلو فين ثراحة ما لين بصلوث مودي للدخوات كلهم قادي شيكي رامر موخ مر Thank you.
شتالهم شبح المرون اشلي حسرت عمل امين. السلام الاول انشاته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذتهم سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه
منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا ابن يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلب مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته بارخمور. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسس بارخمور. أحاي، فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما بحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذا صعد إلى الملأ سبي سبيا وأعطي أعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فإنه هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعاً إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى الإنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح بارخمور. Yeah.
قادي شود موران والوان فروق ديلان يشو عمشي حوز برثو محيوني ثوب مرقوس مسبرون ودم سابر حايو فرقون العلمو يخدي ثواتي تشبخون شمع فرقون زبنو خيل دم دبرون وثيد موران والوان وفروق وديلاني يشو عمشي حو ملثت حايا لودد باسر من بثلتو قادشتو مريم هولندي هو خان هواي أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة آمين شينو وشلو ملك الخون بوش بيثو ترعيري شيكون نعول بتشبحتو هاليلويا وهاليلويا استومن قالوس قري لي سو كلان رحمة وحنون من مريم مريم رحمون ورحم علينا ودارين تشبحتو ثودي ثودرا وقولو سرم رمطة بدلو بطل آمين ويثبخو الاسبان وابخو العيدون نشتو الناسق Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat and mixed his blood and gave us to drink and made us inherit his heavenly kingdom. To him be glory, honor, and worship at this time of the celebration of the divine Eucharist and at all feast times, hours, and seasons, all the days of our life forever. Ghammar yom rahmano, gham madhbhim hasyano, gham razolin, qadishi waloyei, باسم مسيمين ماني ذاي كونونهم يقرو صالك ولان ورحمة وحنونو من موريو نبعي موريو مرحمونو رحم علي وعدارين الاطرد باسم حسيونو خلم ذاكيونو شبو قاطو يلوحو يلو مثادونو البيشوثان الحياة موريو لو مرحمونو ثتحو بوخ لعطو عيسى قيرا وربي ودلو مثمنين لعطو ودخل عمودي لغم ابن وسطوب وثراحام علين ادى اخرين موريو لو برحمة بين واخوات خارتو بالنفشو ثان ونفشو ثدابو هين وداحين ودرابونين ودملفونين ودعانيذين
وادخلوا راني ذا مهيمني يلدى ذيتو ذي لقان يشتو وامشى بحتو أن يحمر يالو نفشو ثون روحو ثون وفاريهون ورسطالو رحمه ودحنو نوع القرميهون حوسو يم حسيو نهوي لن والهون شيحو ملكان موريو موران مورو تشبحتو نيلا مور تنيونان وتنضرونان وفرق لان وقابل صلا وثان وتغشفون ثان وعبار برحميك الخليم مرد وثوق أشيون ثوال شيخ طيب شيمون يدرق زومين أنبام رحمون وثوق موريوك لي وعبار والحرث وطب ثويدي في الغبر إذا شلوم ومرد شين وشلوم وأشوان خولان والشلوم أمشي حويا ودلوخ رحيم وفي وشوفان لي قرم وروثق شاكلان لوخ شبحو لوخ ثودي ثم أسقينان وشوب خول إزبان العلمين أمامك أيها الإله الآب المحجوب عن الملائكة ورؤساء الملائكة وأمام ابنك الحبيب الذي كشف ذاته للعالم بمحبته وأمام روحك القدوس الذي طهر العالم برحمته وأمام مذبحك المقدس حيث يستعلى اللاهوتك وحيث يحل الثالوث المقدس نقدم هذه الذبيحة كي تكون لصفح عن آثامنا ولغفران خطايانا ولمحو زلات كل رايتك وراحة وذكرا صالحا لكل الأموات المؤمنين ونقدم لك التسبيح والتعظيم الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Amen. May the Lord accept your petition and help us by your prayers. من الون قابل حوسى يضحو بمشبقون وضحطو يبترين والعلم والعلم والمين إنو دين عبدو محيلو حاطو يلالو عنوي مار قديش أبو قديشو آمين قديش أبو قديشو آمين قديش روحو حيو قديشو دم قديش فرمت حاطو يا عبدين كيف حيث متراحم على نفسه ثانو نفسه ثم كذابوهين وداحين ودرابونين ودملبونين ودعاني ذين ودخلوراني ذم هايونين ذي ذي تودي لقد اشتهم شابحتو بترين علمي والعلم علمي نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يبع وما لا يبع وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور كلام حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو الآب جوهر الذي به صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الإله وصار إنسانا وصلب عبادنا في عهد وحباء سولين والقربان تألم ومعنا وقام في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي لمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ذلك الذي ليس لملك انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي آمين. آمين بارخ مرسطة من قلوس
قري إلي سون. امنحنا الآن ربنا محبة وإلفا وأمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. أمين. بارك ما شلومو الكل خو أمرو حدي لخ نتن شلومو لحظو ذي كنو شل قريبي نو شختو قدشتو والو هيتو حبت مورا والو هن مبوثار شلو مورا قدشو ديثيب ريشي نركل ضميك مورا والو هن وباركنا جميعا ببركاتك غير الزائلة واهلنا للعمل بمشيئتك ومشيئة ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. وابعد عنا ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بنفوسنا ومقدسا أجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. قم شفير قم دحلث قم نغفوث قم زهيوث قم قادشوث. شوتو فوثو مجنونو ثود روحو قادي شوهيتا ويعم كل خونا حيو حبيبا هاي العلمين. لتكن عقولنا وافكارنا وقلوبنا هذه الساعة فوق في العالي حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب. لنشكر الرب بمخافة أهلنا لنسبحك تسبيح ثلاثي المألوف الأنف وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون ونحن هاتف وقائلون قادش 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 قري حيث نور هو داخل نشمع يوم اثعات
صبيان يحلفين حاطيا وضلحطو انساب لحمو بيذا وقاضي شوثو بارخ وقادش ويابلشني حوقا دي شوي مار سبق المني هنا وفار دحلو فيكون وحلو ساقية مثل صي ومن فيها شبقون وضحقوه والحيد الأولى المولمين أخوذ والخصن سابك ذودي بري بالهلاشلي حوق قدي شوي مار سابشتو منك الخون هنا ودين دحلو فيكون وحلوف ساقية ماذا شيء والحيد الأولى أمولمي آمين ولما أودى الرسل القديسين هذه الأسرار أوصوا قائلا هكذا أصنعوا لذكري حتى مجيئي موت خمر عني مثل دينا باقي يوم تخفى ودينا والميني تخفي ترتن ساكنا حينما تذكروا بيعتك سير مالك الخلاصية ومجيئك الثاني الرهيب الذي في تجهز كل إنسان كفعلي فمن أجل هذا تندم وتتضرع إليك رايتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلة رحم علينا رحم علينا الله أبو أحدكم ونحن أيضا عبيدك ضعفاء الخطاة نقبل نعمك ونشكر لطفك على كل شيء ومن أجل كل شيء لوخم شبحينا لوخم برقينا لوخم سغدينا
أخوف هذه الساعة أحبائي، وما أرهب هذا الوقت الذي فيه ينحدر الروح القدس نازلا من عالي السماء العالية ويرف ويحل على هذه الأسرار الموضوعة ويقدسها. فقفوا وصلوا بسكون وخشوع مبتهلين شلومو عمان وشينو الكلام. استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، اشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. أي كانوا كذ مكينا بذ لحمهن وفروا مع بذ حي فروا فرقاي وفغروا ودي لدم شيحوا ودي لدم والخوز ونشح لف لدمو ذات دموع فرقايا دموع ودينا نمشي حوالا دينا. لكي تكون هذه الأسرار لجميع الذين يتناولون أفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية ويملأوا أفواهم بحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارخ نوار صالح نتكشف مراول وهان بعيدون هنو رابو اتحيلو قديشو أخلوف كلون أبوث ومدبروني ديلان هونو القويمين برنشاي يومونو وبحيدتنون عيدو ثو قديشو ثو دالو اتبافنيون روين وبدبرير قديشم يقريط بثوني فطر يركو ديلان مرتيو دروس ترايونو ما فريانو ديلان أمبون مر باسليوس توما قدمايو وحسيو ديلان أبون مور ديوناسيوس نتقيمون بالوهم شركوا الكلهون أفسقوا في أرثوذكسوس لوثون شرات ويلال مريو نتكشف قرينا نحيا رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبريها شيخوخة صالحة وهادية وأقم فيها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. رحمه
دور تفدين مثعدين أن الهوش وياث الطوف وشبيحاث من كلهن شربوا ثدروا قد يشوثوا ومشبحتوا ومفرختوا ومعليتوا وابثولوا الثبخوا الزفان طوفوا نيثوا يلدى صالوا مريم عمود نتعهد عهد لنفي ولا شليح الخروز والقليسطي السهد وموذيون والطوفون امور يوحان ازقادوا معمذون وراحوا طوق اثمويو موري والقديشو مشفحو مور اسطيفان واسريشو دم شمشوني وقذمو يتسهذي والريش يشليح معليو مور فطروس ومور فولوس نيدت خاردين اخدو الخلهم قديشي ومقاديشو ثلثون شورت ولان الموريون اتكشف قرية لايسون واسترنا واصرف عنا واسترنا يا رب في أكناف قديسيك وانضمنا في رتابهم لكي معهم نرتل لك آيات الشكران ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين بارخ مور لنذكر أيضا جميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا وتنيحوا بإيمان مستقيم من هذا المذبح المقدس ومن هذا البلد ومن كل البلاد والنواحي وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد لنطلب مبتهلين للمسيح الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يؤهلهم برحمته الجزيلة للحظ بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ولكي يبلغنا وإياه إلى ملكوته السماوي لنهتف ثلاثا قائلين قري ليسون قري ليسون قري ليسون وابسط يا رب جناح رحمتك على الذين رحلوا عنا واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمه مودعهم في أعضائهم وبه نترجى الحظوة بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم أني حسو وشفو قلو شروثو ديلن وديلهون إيلين دحطينا نقضو ميك بصفيونو واذلو صب صفيونو بيذعتو واذلو بيذعتو Make us and all our departed ones worthy of a Christian end while remembering not our transgressions and theirs so that in this as in everything your all honored and the blessed name May we praise, extend, and glorify it with the name of our Lord Jesus Christ and that of your Holy Spirit now always and forever. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Shlomo al kulchun. May the mercies of the Almighty God and our Savior Jesus Christ be with you, my brother, and forever. Yeah.
يتكشف قري ليسون قري ليسون قري ليسون نصيد التسبيح لله الأب الفريد ونقدم السجود لابنه الوحيد ونهتف بالدعاء إلى روح القدوس الفقير المجيد نحن الذين بين يديك نسلم كفتي الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا بشمايو Deliver us, O Lord, God, from the evil one and from all kinds of unlawfulness. Forgive our transgressions and sins, and be an absolver to us and to all those who trespass against us in whatever manner, that we may offer thanksgiving and praise to you and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now always and forever. Shlomo
كل خون. And with your spirit, before receiving these divine and holy mysteries that have been offered, let us bow down our heads before the merciful Lord, before you, Lord, and our God. Stretch your right hand, O Lord, and shower your blessings upon your people and on the sheep of your flock, who are anxious to receive the body and blood of your only begotten Son. Sanctify our souls and bodies that we may offer you thanksgiving and praise, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now always, and forever. Amen. Barichmo. Shlomo al kol chun. Amrucho dilo. Tehwe. بوثو رحمدت ليثيثو قد اشتوم شابحتو لو بريثو اثيتوم ثومو يتوزغتو شوية ذبوسية هيتوي عم كل خنا حايو حبيبا أي العلمين آمين بارخمو ذي حلثو ورثي ثنحو شونات خيو صادق نثيابهم بالحور آمين حاب أبو خدي شو من حام برقدي جا قديش آمن قبل العلم وبحنونه آمين حاد برو قديش آمن تفرق العلم بحاشي يقير دق نومه آمين حاد روحو قديش آمن دي ثوق ومروم شمليون ادخل ميدم ده ودوه يوش مدمر يوم بارخ من عالم وعذام العالم عالمين آمين آمن آمين قربانه بصلا و ثالث خارنون لابو عیمه
مختلفين وولن كذا حايل نهوينا يولى الله ونعمده أيها المسيح ربنا وخالقنا بجاه أمك مريم ارحمنا من طغيان إبليس أعتقنا من جنوده الأشرار خلصنا نحن سامحنا وسامح أمواتنا ماها وفران الذنوب امنحنا يا رب ارحمنا ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب سامحنا سامحنا يا رب سامحنا يا رب ساعدنا أعنا يا رب واسمع دعانا نحن عبيدك البائسون الواقفون أمام عظمتك في هذا الحين أرسل يا رب من فيض رحمتك شفاء للمرضى عافية للمتوجعين إطلاقا للأسرى فرجا للحزانة عودة للبائدين إلفة واتفاقا للمتخاصمين غفرانا للخطاة وصفحا عن ذنوب المذنبين والراحة والرضا بواسطة القديسة الطاهرة سيدة العالمين العذراء مريم والدة النور والخلاص لكل المؤمنين والوقار والإكرام للشهداء والقديسين والرحمة والنياح لكافة الموتى المؤمنين وامنح يا رب كل واحد ما ينفع له من بحر جودك الطاف على كل من الصالحين والطالحين ومن أجل هذه النعم والإحسانات يسجد ويمجد اسمك القدوس المكرم من الروحانيين والبشرية أجمعين أيها الآب والابن والروح القدس لك الحمد دائما وأبدا آمين عينينا على المصائب والقهار صلي لقلب المنكسر ماذا أقول للسيدة العذراء البتول تاهت بها كل العقول والكون فيها حائران بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد آمين حطوا الشعر
في هذا المساء المبارك يا أحبائي نحتفل بعيد من الأعياد السيدية المهمة وهو عيد الصعود، صعود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى السماء. يا أحبائي عيد الصعود هو من أهم الأعياد في الكنيسة المقدسة. حتى أقف عند هذا العيد وأحكي عن معاني الصعود وعن إيش هو الصعود، أحب أقف أولاً عند الترتيلة اللي رتلوها الكواير بعد ما قرأنا الإنجيل المقدس واللي تقول زحل غيوني مالاخي ليقر ملكو دحزة ودسلق لشمايو وتماه دنشالون مانو هونو ديثو من آدوم نحتاو في لون بدمو دقنومي هونا وملكو قابورو دشبوش بيثو آريم ترعد ريشيكون دنيعو لبتشبحتو هاليلويا وهاليلويا. بما معناه الملائكة خرجت لاستقبال وتزييح الملك، ولكن كانوا متفاجئين انه الملك هالمره شكله غريب وما كان عندهم الجرأة ان يسألوه من ذا القادم من أدوم اللي ثيابه كلها ملطخه بدمه. وانا اريد اقف عند هاي النقطه واتامل بعظمه وقوه صعود ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد الى السماء. من ذا القادم من أدوم؟ أدوم هي كلمة سريانية تعني الأدمة أي التراب، وبالأخص التراب الأحمر. فالآدوميين كانوا قوم في العهد القديم بشرتهم كانت حمغاء وهم أولاد عيسو، عيسو كان أحمر شعره، فهذول يسموهم الآدوميين. ليش؟ لأنه لون بشرتهم وشعرهم يشبه لون التراب. ولكن هذا الملك القادم من آدوم اليوم يختلف، لأنه أعاد صورة الآدميين الحقيقيين، أعاد صورة آدم الحقيقي إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه وهو في السماء، وأن يعيش مع الله وأن يعيش المجد الإلهي بشكل دائم. آدم كلتنا نعرف شهوته كانت أن يصير مثل الله، والمسيح بصعوده أعطى آدم شهوته، لأنه يسوع المسيح قبل الصعود هو موجود في السماء وعلى الأرض لأنه هو الله. يسوع صعد بالجسد حتى يقول لآدم أنه طبيعتك البشرية والناسوتية تقدست وتألهت من خلالي أنا، نار اللاهوت اللي أخذها وتجسد فيها حتى يفديك وحتى أفديك من خطيتك. فالصعود هو علامة انتصار آدم مو بس على الموت والخطيئة، لا، وعلامة رجوعه إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، وهو أن يكون مع الله وابنا لله، مع الله وابنا لله. لهذا السبب يا أحبائي للصعود دالة كبيرة، فنحن كل قداس نكون مدعوين أن نعيش هذا الصعود. إحدى تسميات القداس هي الأنافورا، كلمة يونانية، الأنافورا تعني الارتقاء أو الصعود، الارتقاء أو الصعود. نحن القداس فيه كثير مراحل. الأنافورا أي القداس نفسه أو الذبيحة تبدأ
لمن أبونا يقول لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله الأب. هون يبلش القداس، ما قبله الرتبة التحضيرية هو للقداس اللي هو الأنافورة الارتقاء. نحن كنحضر حالنا حتى نرتقي، حتى نطلع إلى وين؟ إلى حيث المسيح جالس عن يمين الله الآب. هذا شيء إيش يعني؟ إلى مكاننا الطبيعي كأولاد لآدم. ليش؟ لأنه نحن لما خلقنا، خلقنا على صورته كمثاله، وخلقنا حتى نتمتع بمجده ونكون من أبناء ملكوته. فصعود الرب يسوع إلى السماء هو جدا مهم. كثير مرات هو دائما يصادف الخميس، مو كثير مرات، دائما يكون الخميس، ما كثير ناس تحضره. قد يكون هذا العيد ما له دالة عند كثير ناس، ولكن بالحقيقة هذا العيد هو علامة لانتصار طبيعتنا وطبعنا البشري، طبعنا البشري على الخطيئة وعلى إبليس، وانتصارنا بالمسيح. وانتصارنا ما رح يكمل إلا إذا كنا مثل الرسل شاخصين بشكل دائم إلى السماء حيث المسيح جالس، فنعلن إننا منتصرون بالمسيح. استيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء وقت استشهاده مكان ما يحط راسه بالأرض هم كيرجمونه، راسه كان غير مكان. يقول في سفر أعمال الرسل كانت عيناه شاخصتان إلى السماء، حالة الشخوص إلى السماء، وأن عقل الرسل وفكرهم وقلوبهم هي كانت في السماء بشكل دائم، خلت استيفانوس يرى المسيح بالحقيقة جالس على العرش وعن يمين الله الآب، وخلته يقول الكلمات اللي نحن اليوم نشوفها صعب أن نقولها، وهي أن نغفر خطيئة من أساء إلينا، وأن نحب أعدائنا، وأن نقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. فإذا الصعود هو عيد لا يقل شأنا عن بقية الأعياد السيدية، عن الميلاد، عن القيامة. الصعود هو مهم جدا لأنه يعلن أن يسوع الذي يمثلنا نحن في حالة عدم الخطيئة، الذي فدانا على الصليب، صعد إلى السماء حتى يقول لنا السماء هي مكان كل واحد من عندنا. لهذا السبب اليوم نحن مدعوين قبل أن نبشر بالمسيح، قبل أن نخرج إلى العالم ونقول لهم آمنوا بالإنجيل، وأن نعمدهم أن نكون مقدسين بالمسيح. نحن مدعوين أن نعيش بالقداسة. ليش؟ لأنه لما نصعد سبا سبيا مثل ما قال بولس الرسول. سبا سبيا إيش معناته؟ معناته أسر قلوب كثيرين، بقت عيون مشاخصة إلى السماء. وهي الحالة اللي يريدنا أن نكون بها الرب يسوع، أن ننظر دائما إلى حيث هو جالس عن يمين الله الآب. والقداس هو حال التذكير إلنا، والقربان هو حال التذكير إلنا أن نرتفع بأذهاننا وعقولنا وأفكارنا إلى السماء، وأن نعيش حالة المجد منذ الآن، من الآن، من خلال تناولنا وثباتنا بجسده ودمه، حتى نستعد لملاقاته لمن يجي من السماء أيضا ويأخذنا جميعا لكي نحيا معه إلى الأبد. آمين. والرب يحميكم ويحفظكم ويجعلكم دائما بصحة وعافية، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وكل عيد سعود وأنتم بألف ألف خير. يا أحبائي، أقمنا طلبة، أقمنا السهرانة على نية شفاء المؤمن سرمد القس قرقيس، الرب يعطيه الصحة والعافية. وأيضا نورت الكنيسة على نية إحدى العوائل المؤمنة، وذكرنا أيضا على مذبح الرب الغافر المرحومين سعيد عبو اليسي وزوجته منيرة جبري وأولادهم حازم وباسم وطلال،
والمرحومين سعيد قيسو وزوجته مهيبة منصور البنا وابنتهما نهلة والمرحوم أدوارد توماس بني. وأيضا ذكرنا المرحومين عبد الله بوكا والمرحوم شمعون دانيال وجميع موتاهم المؤمنين، وأيضا المرحوم ثمين برايا الرب يرحمهم جميعا ويعطيهم ملكوت السماء صحبة الأبرار والصالحين والقديسين آمين. تفضلوا يا أحبائي نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول قبل ما نكمل بطقس عيد السعود ونعمل زياح الصليب. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة في نيقية وقسطنطينية وأفسس على رجاء الكهنوت الشريف المسلم إليك يا أبي الكاهن وبه تحل وتربط. إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة بالقول والفعل والفكر، خطيئتي عظيمة عظيمة جدا وأنا نادم عليها ندامة كاملة، قاصدا لا أرجع إليها أبدا، راضيا بالموت. أسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحلني وتسامحني بذنبي، أمين. يا رب ارحمنا، يا رب سامحنا، يا رب اغفر لنا. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى الحياة الأبدية مثل ما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ولص اليمين وجميع التائبين بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه لرسله الأطهار ومنهم جيلا بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلي أنا العبد الضعيف الخاطئ بهذا السلطان. أحل لكم من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها، تداكون وتتقدشون ونشتبقون حوبيكون وحطويكون بشمو دابو ودبرو ودروحو حي وقديش الحايد العلم علمين آمين. هود مال خيم الشمشين هو ذكروب ما برخين لي عادي شاف حيثنا هو دسروب ما قدشين لي كشفين وامرين نخلش ما يوم طول تنويت راحة على هود نوروني مهلين لي لقلش ما يوم طول ثنى وتراحى ما هود عيلو يمرمر من ليه هود مصعوي سين لي عادي شاد حيتونا هو تحتوي مزيحين لي
رأيتم هيمنتم إذ كشفنا وامرين أبشب حول أجمعي وذا رحمة موران الثرى شمشتنا وصلا وثن وثرا حمالي شبحنا شبحنا شمايون اثقادش شموختي ثمانكو توخن وصبيون ارند بشمايون برا ابدا لحم السلقون كان يومون وشبخلان حوض بعد عيد هيد مالكم شيحو نسبحو سوينا في شهدا شبح أبو وبر روح قديشو من علام والدردون اللي تشبحتو هللويا مما ذبحوهم حسيونون يحوث حسين عبدك بارالو هاو ديثو الفرقون أنواع تيددني ثميطو النحو ما نحو دوثة غنسان الولمين شوت موريونو يا مينو خويد لو مفحزيوني ثو باريخ الكنشون وسوغو ذيك دم قبلين الميسا فارو خود مخيا قيرو حسين حوبال قلي وثافد اقضو ميك موران والوهان الولمين رحمة وضالو رابو على طعيني قشيو لينو عليهو بيهون وعنو سو بيهون وعال كل من دنيا وشتو تافو مشتو تفين بهون رحمة وضالو هنون علينو عليهم بتريهون علمي والعلم والمين مو Oh,
سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الزكي الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكون لنا للدينونة والانتقام
لكن الحياة الأبدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا. لو خذت لو إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين، فقونا جميعا وعنا وعضدنا وثبتنا وفر لنا وارحنا لتنعمنا بهذه المائدة الروحانية، فنأتب بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. شلوم And with your spirit, after receiving these divine and holy mysteries that leave been given, let us bow down our heads before the Merciful Lord, before you, our Lord and our God. أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعاما لا يفنح، فنفوسنا وأجسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى، لنسبحك وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. فقلي قوري كل هو نركز عيلو يوثو وشباقينين وفعالي للرومو دلعيل طول مركب ثو لودن قوي على المركب ثو دلعيل منو الرومو متيحو مفعالي وو على قرد زايد زيلو مشتمع حيو حال بيكا دايما دايما بوثو دلتلي فيه وادمورا نتر عم قاريبي حاي عم ميثة فريقا بس لبو زاكو ادموري وادبيع ويشو مالي بيكا قادش تتحاسع بيكو مش بحبو شو ليكو ودنيحو حدا عيناكو وين ودين عبدو محيلو حدا بارك امضوا بسلام زيلون بشلوم وكاث حذيتون ورزيتون وعليهم حلو حطوا يوصالوا